أنا بغيت نهني السيد الرئيس على تنظيم هذا اللقاء، لأنه هو لقاء أولا للاحتفاء بالشباب وبالرياضة، ولكن هو لقاء كان مناسبة أننا يعني نبرزوا أولا الدور ديال الرياضة والدور ديال المجتمع المدني والدور ديال التنموي اللي كتلعبوا الجهة داخل كل مناطق تعرف الجهة، وبالخصوص بعمالة مقاطعة سيد البنوسي وبهذه المقاطعة بالخصوص. فكما لاحظتم كاين هناك برامج تنموية من مختلف الأنواع، تكلمت عن منطقة صناعية اللي غادي إن شاء الله تخلق حوالي 5000 منصب شغل اللي التكلفة ديالها 250 مليون ديال الدرهم. تكلمت كذلك على بعض البنيات التحتية. تكلم السيد الرئيس وعطاكم صورة لمشاريع رياضية ومشاريع اجتماعية، وهذا ما هي إلا البداية، لأن احنا يلا دوزنا سنة من يعني من الدورة ديالنا ديال كمجلس، وبرنامج الجهوي للتنمية لفترة 2022-2027 مليء إن شاء الله بالمشاريع اللي كنتمنى أنها تساهم في تنمية هذه المنطقة، في تنمية كل مناطق الجهوي.